السيدات والسادة معالي الوزراء، السيدات والسادة السفراء، السيدات والسادة، أولا الشكر موصول لكم لوجودكم معنا اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. أود أيضا أن أشكركم أجمع على التزامكم في محاولة مكافحة الفقر والحفاظ على الكوكب. يشرفنا أن نرحب بالقمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد. أولا أود تسليط الضوء على أن هذه القمة هي قمتكم، بمعنى إن هي قمة كل الذين يعملون في الخطوط الأمامية في وجه شعوبهم والكوكب الذي يتدهور. ولكن ما نحاول بنائه اليوم من خلال هذه القمة، علما أن هناك شروخات كبيرة بين الشعوب، هو المحاولة للوصول على نوع من التسوية. ونعرف أنها تسوية ستكون بناء على كل الذين على آراء كل الذين يعانون من تدهور البيئة ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى محاولة مكافحة الفقر. نعرف أن أهداف التنمية المستدامة أعطتنا زخما كبيرا، ونعرف أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقيم قمة مهمة جدا في شهر سبتمبر قبل قمة الأسبوع السنة المقبل. كما نعرف أن هناك شماعات مختلفة لأجندة فضلا عن إقامة قمة المناخ 28 في الإمارات وقمة أيضا مجموعة 20، ولكن نهدف اليوم إلى الحصول على بعض الأهداف الصالحة لنا. على الرغم من كل ما حققناه في موريال وغيره من أجل الحفاظ على التنوع الأحيائي، إذا رأينا الأمور بمنظورها نعرف أن هناك زيادة في انعدام العدالة، بالإضافة إلى مخاطر إضافية من كوارث تبعية، كما أن العالم يعاني من صدمات أكبر وأقرب. نعرف أن جائحة فيروس كورونا قد عززت من كل هذه الصعوبات، ونعرف أن كان هناك تعافيا عالميا فوضويا، ونلاحظ الآن أيضا أن الحرب في أوكرانيا أيضا بعد العدوان الروسي، فضلا عن الكثير من الأفعال الأخرى التي زعزعت الاستقرار أدت إلى العالم المتصدع الذي نعيش فيه اليوم. بالتالي نحن نتحلى ب ميثاق مالي هو الذي أتى على تسوية ماضية والذي أتى بثماره وأدى أيضا إلى تحقيق مساعدات ممتازة خلال العقود الماضية، ولكن أنا برأيي لم يعد سريعا ولم يعد مكيف مع مجتمعنا اليوم، ويجب أن يعول على أهدافنا التي سنضعها. بالتالي اقترحنا في بالي العمل على ميثاق مالي دولي جديد. يجب بناء هذا الميثاق على ما هي توقعات الشعوب، والشكر موصول للشباب أينما كانوا من حول العالم والذين ساهموا في تحضير هذه القمة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية التي يجب أن تظل في صلب هذا المشروع. أود أيضا أن أشكر رئيسة وزراء دولة بربادوس التي كانت حازمة، ومن خلال أجندة عملها تمكنت من إعطاء إطار عمل لكل شيء، منها من حيث الحساسية البيئية. أود أيضا أن نشكر كل الممثلين عن القارة الأفريقية الممثلين عن دول المحيطين الهندي والهدى، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية. ونحن نعرف أن سنستمع لاحقا إلى أحد نظرائي لمعرفة كيفية مكافحة الفقر في هذه الدول، والشكر موصول لكم. سأكون مقتضبا. من خلال طويلة الحوار بإمكاننا المضي قدما في الكثير من المشاريع، ولكن هناك أربع عوامل أساسية كنت أريد أن أعرضها إليكم أمام انطلاق هذه القمة. المبدأ الأول هو أنه ما من متخذ قرار أو من أي دولة بإمكانها أن تقرر بين تخفيض من نسبة الفقر وحماية الكوكب. وأنا سمعت إلى الكثير من متخذي القرارات خلال الأشهر والسنوات الماضية يقولون أنه في نهاية المطاف أنتم الذين تعملون على حل مشكلة الفقر، ماذا يجب أن نفعله من حيث التحول البيئي وما هي الخيارات التي يجب أن نتخذها؟ ولكن نحن لم نحل بعد مشكلة الفقر، يجب أن لا نتخذ هذا القرار، بالتالي علينا أن نتصدى للتحديات معا وفي الوقت نفسه. المبدأ الثاني هو أن كل دولة يجب أن تقرر بمفردها وبطريقة سيادية ما هو الطريق الذي تريد أن تسلكه. ما من حل واحد مناسب للجميع، ولكن أن نحترم من خلال هذه القمة السبل الخاصة التي بإمكان كل دولة اتباعها بحسب نموذجها الاقتصادي. ونعرف أن ميثاق المالي الدولي الجديد يجب أن يحترم أيضا سيادة كل دولة من الدول الممثلة، وهذا ما وضعناه في صلب الاتفاقات تحول الطاقة، ولقد عملنا مع أيضا أفريقيا الجنوبية
بشأن هذا الموضوع وهذا ما خصصناه فيما يتعلق بالتحول الإيجابي، ونعرف أن دولة الجابون تعمل على حماية أنظمتها الأحيائية، وأعتقد أن هذه هي بعض الاتفاقات التي تحترم سيادة كل من هذه الدول. ثالثا، أي المبدأ الثالث، علينا أن نعمل على نوع من الصدمة الاقتصادية نظرا إلى تحديات البيئة وتنوع الأحياء والفقر وغيرها. علينا الاستثمار أكثر بكثير، ونحن لم نتمكن من جمع كل هذه الأمل. بالتالي هذه الصدمة التوافقية يجب أن تؤدي إلى تعبئة إقليمية، بالإضافة إلى إعادة إصلاح البنى المالية، ولكن أيضا تعبئة المنظمات المتعددة الجنسيات والمتعددة الأطراف. أريد أن أشكر الآن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي تعمل منذ سنوات طويلة، وعلما أنها اتخذت بعض القرارات الخاصة بها، وأود أيضا أن أحيي المدير الجديد للبنك الدولي اللذين انخرطا في العمل على شراكة جديدة بإمكاننا أن نعقدها معا، وبإمكانها أن تلزم كل المنظمات المالية المتعددة الأطراف. المبدأ الرابع هو أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات من القطاع الخاص، ويجب أن نكون صريحين. هناك الكثير من السيولة من حول العالم والكثير من الأموال، ولكن لا أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى تغيير النظام بشكل كامل وتام، وهذا هو طموح البعض. ولكن بإمكاننا إنجاح هذا النظام في حال كانت هذه الأموال وهذه السيولة تخدم مشكلات هذا الكوكب، بالإضافة إلى التحدي الثنائي الذي ذكرته، ألا وهو مكافحة الفقر والحفاظ على التنوع الأحيائي. بالتالي نحن بحاجة إلى تعبئة المزيد من الأموال والصناديق الخاصة إلى الدول النامية الكبيرة والدول الانتقالية، ولكن نحن نعرف أن بعض الدول ليست في الموعد. ولكن من خلال المباحثات التي أجريناها خلال السنوات الماضية، العمل على محاولة تحسين الأسس المالية، وذلك للقضاء على بعض العقبات المالية التي تمنع التقدم في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن، بالإضافة إلى فرض بعض الضمانات التي تسمح لهذه الدول بالعمل بشكل أفضل. ولكن المؤسسات المالية الخاصة يجب أن تعمل بشكل أفضل على مع الدول التي هي بحاجة الأكثر إلى هذه الأموال، وعلينا أن نرافقها، وعلينا إزالة العقبة الضرورية والمخاطر الضرورية لتوفير ولتحرير هذه الأموال. ويجب أيضا العمل مع شركات كبيرة وغيرها، فبدونها لن نتمكن من مقابلة هذا التحدي. هذا ما أردت أن أفتتح هذه القمة من خلال هذه المبادئ الأربعة المهمة. هذا الاجتماع يجب أن يكون اجتماع الحلول، بالتالي خلال اليومين المقبلين علينا على تعبئة الأموال والحصول على التزامات والحصول على آليات جديدة وغيرها التي سنستخدمها، والحصول على حلول ملموسة ستغير حياة الشعوب في الدول التي تواجه كل هذه التحديات. ونحن سنحاسب على كل هذه القرارات، لأنه سنتساءل في المستقبل، وسنتكلم عن آلية متابعة بإمكاننا العمل عليها للتأكد ما إذا هذين اليومين سيكونوا على قدر تطلعاتي أجمع. لن أطول أكثر من ذلك. شكرا جزيلا لوجودكم معنا اليوم، ولكن الأهم من ذلك هو التعبئة العامة من أجل مواجهة التحدي الأكبر. فنحن نعرف أن شعوب العالم نريد الحفاظ عليها، وبالإضافة إلى حماية الكوكب. شكرا جزيلا لكم.